اسلوب واضح، لاعبين قادرين على حسم المباراه في اي وقت، كل دي مقومات فريق كبير. انا جاي لما اقيم مدرب يا محمد، ما ينفعش انا الاعب توتنهام زي ما لعب ماريبور، زي ما لعب بيرلي، زي ما لعب ايفرتون. ده ينطبق على كلوب، نفس الاسلوب ونفس التكتيك بيلعب بيه في كل المباريات. بس قبل ما نكمل، انت حزين على صلاح اليوم؟ طبعا لكن انا افرحك، الاهلي الان تقدم 1-0 الحمد لله. طب تفضل انت تكمل عليك. خبر حلو ان شاء الله تكمل على خير. فبالنسبه انا كنت بقول ايه؟ هي تركيزك الاهلي. اديني الخيط عشان ارجع اقول الفكره. بتكلم على كلوب، لما يجي تلعب توتنهام او تلعب سيتي او تلعب اليونايتد، غير ما تلعب ايفرتون، غير ما تلعب ماريبور، نفس الاسلوب ونفس التكتيك.